يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في ليلة من الليالي أو في كل ليلة من الليالي داء من السماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخمير الآنية في الليل؟ نعم، هذا ورد الحديث الصحيح، تخمير الأواني وربط الأسقية وغير ذلك، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل شيء من الوباء أو من المرض فيتحفظ الناس منه. نعم.